أول حاجة هنتكلم على الإبيديمولوجي أوف كانسر. يعني إيه إبيديمولوجي؟ خدتوه قبل كده في البابليك هيلث، صح؟ أيوه، الوضع الوبائي لأي تيومر أو لأي ديزيز أو أي كانسر. الوضع الوبائي ده بيدور على إيه؟ بنعرف معلومات عن إيه؟ عن الأوريجن أو الكوز بتاع الكانسر. يعني مثلا هنا معظم التيومرز بتبقى لها أسوشيشن بسيرتين هابتس، زي مثلا في تيومرز لها اسوشيشن بالالكول كونسامشن، السموكن. كانسر لانج مثلا ليها علاقه قويه بالسموك. الكانسر كولون ليها علاقه قويه بالدايتري هابتس، من ضمنها الهاي فات كونتنت في الدايت. ماشي، يبقى ايه اللي بيأثر، ايه الكوزس؟ ممكن تبقى انفايرمنتال او جينيتيك. الانفايرمنتال الابيديمولوجي بيهتم mainly بالجيوغرافيكال انفايرمنتال كوزز. انفايرمنتال من ضمن الحاجات اللي هي الدايت زي ما احنا قلنا، الاكوبيشن، في حاجات تيومر زي الميزوثيليوما، اللانج ميزوثيليوما لها علاقه بالاكوبيشن. الناس اللي بيشتغلوا في مصانع الاسبستوس او مصانع السيراميك 100% بعد 10 سنين من الورك في بيتعاملوا مع فايبرز وبيعملوا انهيليشن، الفايبرز دي 100% بيجيلهم ميزوثيليوم. ماشي، البيرسونال هابتس زي ما احنا قلنا، زي الالكول والسموكينج والسان لايت. سان لايت طبعا، كل الميلانوماز، الميلانوما لها كانسر سكين، دي لها علاقه بالسان لايت والالترا فايولت ريز. الدايت زي ما احنا قلنا، في الناس اللي هم في اليابان والفار ايست دايما الهابتس بتاع الدايت بتاعهم بياكلوا سموكت فيش، عشان كده كانسر ستومك عندهم اعلى من بقيه العالم. برضو الدايتري هابتس زي ما احنا قلنا، الهاي فات كونتنت والميت اللي هو الريد ميت كمان بتزود الانسيدنس بتاع كانسر كور. أمثلة هنا زي البروستاتيك كانسر. الجيوغرافيك بقى الإبيديمولوجي بيهتم بأنه تيومر موست كومنلي في أنه روجن من العالم. زي البروستاتيك كانسر بيقول إن هو بيزيد في اليو إس إيه، أعلى نسبة في اليو إس إيه. الكولوريكتال كارسينوما كمان، والبريست كارسينوما في اليو إس إيه. جاستريك قلنا في الفار إيست أو في جبان. الهيباتوسيلولار كارسينوما طبعا اعلى مكان في العالم. ايه في هيباتوسيلولار كارسينوما؟ افريقيا. افريقيا فين؟ افريقيا قول. مش موجود بس في مصر. مصر هيباتوسيلولار كارسينوما اعلى حتة في العالم في مصر، علشان الهباتيتس سي اكتر مكان في العالم فيه هيباتيتس سي هي مصر. بس دلوقتي من كام سنة كده بدأ الانسيدنس يقل، يعني بعد التريتمنت الجديد بتاع الفيروس سي. النيزوفارينجال كارسينوما أكتر حاجة في الفار إيست. البيركتس لينفوما زي ما احنا أخدناها قبل كده في الهيماتولينفايد سيستم في أفريقيا. طيب، هل الإيج ليها علاقة بالكانسر، الانسيدنس أوف كانسر؟ يعني انه الانسيدنس اكتر في الاولد ايج، في الالدرلي، ولا في اليونج ايج؟ اولد. في الاولد ليه؟ مناعته اضعف. مناعته اقل، صح. تاني حاجه احنا هنعرف دلوقتي ان الكانسر ده بيحصل نتيجه سوماتيك ميوتيشن، ميوتيشن في الجينز. فمع الايجنج كل ما الانسان بيمتد في العمر تعرضه لانه يحصل له سوماتيك ميوتيشن اكتر بالكارسينوجينز. وهنتكلم على الكارسينوجينز. طيب، هل معنى كده ان الاطفال ما بيحصلش فيهم كانسر؟ ممكن. لا، بيحصل فيهم كانسر، بيحصل فيهم كانسر وبيبقى مور اجريسيف عن الالدرلي كمان. زي انواع اللوكيمياز بتيجي في الاطفال، في الليمفوبلاستيك ليمفوماز بتيجي في الاطفال الصغيرين، وفي الاوستيوساركوما دي كمان بتيجي في الاطفال. وفي حاجة اسمها هيباتوبلاستوما ونيفروبلاستوما أو ويلمس تيومر، دول كلهم أي حاجة فيها بلاستوما، نيوروبلاستوما، دي عرفناها في الأطفال أكتر. طيب، الهيريديتري بقى، الرول أوف إنهيرتنس في الكانسر. هل الإنهيرتنس ليها علاقة بالتيومر، بالكانسر، إنسيدنس أوف مالجنسي؟ يس.
يس صح. عندنا في انواع مختلفه للجينيتك انهيرتنس في الكانسر. في اوتوسومال دوميننت، اوتوسومال دوميننت كيسز او تيومرز دي يعني مجرد بيحصل ميوتيشن في وان جين بس، محتاج بس في ميوتيشن في وان الين عشان يظهر في البيشن، يبقى دي زي الاوتوسومال دوميننت زي فاميليال ادينوماتوس بولبوز كولاي. دول ناس بيبقوا عندهم مالتيبل بوليبس في الكولون، ودول بيبقوا فيه ميوتيشن في الاي بي سي جي. مجرد بيحصل ميوتيشن واحد بس في الاي بي سي او قليل واحد تاني هيظهر يحصل له كانسر كول زي الصوره دي. دي مالتيبل ادينوماتوس بولبوز كولاي مالتيبل بوليبس كده ماليه ايه اللارج انتستين او كول. في المن وريد جي، المن ده بيسموها من سندروم. المن سندروم اختصارها مالتيبل اندوكراين نيوبليزيا سندروم. دول برضو بيبقوا عندهم جينيتك ايرور ميوتيشن، وبيعمل مالتيبل، بيعمل تيومرز في الثايرويد جلاند، وبيعمل تيومرز في الباراثايرويد، وبيعمل تيومرز في السوبرارينال جلاند، وكمان في البيتويتري. في من تايب 1 وتايب 2، وتايب 2 في اي وبي بتفصيلها تاخدوها بعد كده بالتفصيل. في كمان جين اسمه نيوروفايبروماتوز 1 ونيوروفايبروماتوز 2، ده بيعمل مالجنان تيومرز، بيعمل نيوروفايبروماتوز مالتيبل نيوروفايبروماز. النيوروفايبروماز دي بناين ما هياش مالجنان، لكن في كاونتر بارت لها اللي هو مالجنان بريفرال نيرف شيز تيومر. مالجنان بريفرال نيرف شيز تيومر دي المالجنان كاونتر بارت، وده بيحصل في الحالات بتاعت نيوروفايبروماتوز دي بس على اللونج ران زي الصورة دي. دي بتبقى سابكوتينيوس نيديولز كده، لو بصينا عليها تحت الميكروسكوب هنلاقيها نيوروفايبروم. وفي الريتينوبلاستوما جين، الريتينوبلاستوما ده بيعمل تيومر في الاي في الاطفال الصغيرين، اسمه ريتينوبلاستوما مالجنانت تيومر هايلي اجريسيف تيومر. وفي البي 53 ده البروتين، ده بي 53 ده هتسمعوه كتير قوي بعد كده واحنا في المالجنسي. بي 53 ده بيسموه جارديان اوف جينوم، ده حارس الـ 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 الحارس بتاع الدي ان ايه. اول ما بيحصل فيه ميوتيشن بيعمل انواع كتيره من المالجنسي. معظم المالجنسي هو اشهر حاجه لما بيحصل فيه ميوتيشن بيعمل كانسر بريست كارسينوم، لكن كمان بيبقى ميوتيتد في كل تيومر. يعني انت لو زنقت في اي تيومر وقال لك ايه الميوتيشن وايه الميوتد جين هنا، قول بي 53. البي 53 ده النورمال فانكشن بتاعه انتي بيؤدي لابوبتوس، يعني بيعمل ابوبتوس بيخلي الخليه تموت. اما بيحصل فيه ميوتيشن بيبقى انتي ابوبتوس، خليه بتفضل عايشه، فده يحصل فيها ميوتيشن وتفضل بروليفريت بقى. بتعمل البي 53 ده الليف روماني سندروم، ده كانسر بريست. بعد كده الانهيرتنس بقى بالاوتوسومال ريسيسيف. الاوتوسومال ريسيسيف احنا عارفين ان هو الاوتوسومال ريسيسيف لازم يكون عندي طبل هيت، بيسموها طبل هيت ميوتيشن، يعني يبقى عندي ميوتيشن مش في وان قليل بس، لا علشان يحصل انهيرتنس للتيومرز لازم يبقى عندي ميوتيشن في التو أليلز صح. وده بيحصل في الاوتوسومر في الدي ان اي ريبير جينز زي مرض مهم قوي اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا. سمعتوا عنه قبل كده زيرو ديرما بيجمنتوزا؟ عارفين الاطفال اعداء الشمس؟ حتى شاف فيلم عن كده؟ اطفال اعداء الشمس دول ده بيبقى جينيتك، عشان كده بيحصل في اطفال. كل الانهيرتنت كانسر دول لازم نعرف ان هم ممكن يحصلوا في سن صغير في اطفال، حتى لو حصلوا في الادلت بيحصلوا في سن صغير عن السبراتيك كيسز. يعني مثلا الكانسر كولون الجينيتك السبب اللي هو جينيتك او فاميليال دايما بيجي في سن صغير عن السبوراتيك كيسز. السبوراتيك كيسز بيجي فوق سن ال 50 او الستينات كانسر كولون، لا الاقي واحد عنده 30 سنه وعنده كانسر كولون. لو حد عنده 30 سنه وجاله كانسر كولون او حاجه و20 سنه وجاله كانسر كولون ادور
في الانهيرتنس، لازم اعمله جينيتك بروفايل. الزير داما بالمندوزا دول بيبقوا اطفال عندهم بوينت ميوتيشن في الدي ان اي ريبير جين. احنا عارفين انتوا اخدتوا كورس جينيتك صح؟ صح؟ شغالين فيه، اخدتوا جزء ده ولا لسه؟ الدي ان اي ريبير؟ عارفين ان اي موتيشن ما بيحصل فيه نورمالي بيحصل دي ان اي ريبير على طول. الاطفال دول لا، عندهم بقى ميوتيشن في الدي ان اي ريبير جين نفسه، يعني اللي بيصلح الميوتيشن خرباه. فبيحصل اطفال دول ان من سان ريز لالترا فايولت ريز بتعمل بيرنت ميوتيشن بين السايمين والادينين تقريبا. المفروض ان احنا عندنا اي سايمين وادينين بيبقوا في لينك بينهم صح في النيوكليوتايد، ده بيعمل بيرنت ميوتيشن في السايمين ادينين ما بتصلحش بيفضل. فبيجي الاطفال دول بعد كده يبقوا يحصل لهم تيومرز اكيوميليشن للبيرنت ميوتيشن ده، يخليهم هما اوتوسومال ريسيسيف، فبياخدوا من الاب والام الجين، بيخليهم بقى بعد كده يحصل لهم تيومرز في السكن كتير قوي، منها السكويموس سيل كارسينوما والبيزل سيل كارسينوما، وبيحصل لهم ميلانوما مجرد ما بيتعرضوا للشمس كل شويه مالتيبل بقى في كل جسمهم، وفضلوا يعانوا بطريقه فظيعه جدا، كل شويه يخشوا عمليات عشان يشيلوا التيومرز دي، ممكن يحصل لهم ميتاستاسيس، وبتبقى حياتهم وبيبقى فاميليا، يعني تلاقي اب عنده مثلا 3 اولاد نفس الاخوات نفس كده، بيسموهم اعداء الشمس لمجرد الالترا فايرت، المفروض ما يتعرضوش للشمس خالص، وده ما بيحصلش، صعب جدا يعني. وفي الاخر بيموتوا بكومبليكيشن من السكن تيومرز. في فاميليال كانسرز بقى بتبقى مالتي فاكتوريال، يعني اللي هي نوع الانهيرتنس بتاعها لا اوتوسومال دوميننت ولا اوتوسومال ريسيسيف، دي بتبقى مالتيبل فاكتوريال وملهاش سبيسيفيك فينوتايب، زي بعض انواع كانسر كولون وكانسر بريست وكانسر اوفر. وزي ما احنا قلنا علشان نقول ان هي فاميليال لازم يبقى فيه اكتر يعني اتنين او اقدر من الفاميلي عندهم نفس التيوم، وغالبا بيبقى فيه الفيرست او السكند جريد من الريلاتيفيتي. عارفين انجلينا جولي عملت شالت كانسر، هي عملت بروفلاكتيك ماستكتومي وبروفلاكتيك اوفريكتومي. ليه بقى عملت كده؟ ماستكتومي يعني شالت البريست تو بريست وشالت التو اوبرز. ليه عملت كده؟ عشان تحمي نفسها، لان والدتها كان عندها كانسر بريست وطلع عندها ميوتيشن في جين انهيرتد اسمه بريكا، بريكا 1 وبريكا 2. ده بريكا ده بيعمل يعني 100% هيجيلها في حياتها كانسر بريست او كانسر اوبري. هو البريكا ده بيعمل الاثنين، بيعمل كانسر بريست كارسينوما واوفيريان كارسينوما. طيب في اكوايرد برينيوبلاستيك ليجنز بقى، احنا واحنا بندرس في الديزيز بتاعتنا في الباثولوجي كل شويه نقول ايه في برينيوبلاستيك او بري كانسرس ليجنز. طب ايه البري كانسرس ليجنز دي؟ مش جينيتك، دي حاجه حصل لها. اول مرحله في البري كانسرس هي كلمه الديسبلازيا اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت، ديسبلازيا كارسينوما ان سايتو، كل دول بري كانسرس. ده معناها ان البيشنت اللي عنده البري كانسرس دول عنده قابليه كبيره انه يتحول لكانسر فرانك مالجنسي، لكن معنى كده ان كل الحالات 100% تتحول لكانسر؟ لا بيبقى نسبه يعني. بيبقى نسبه زي الاندوميتريال هايبربلازيا، الناس اللي عندهم هايبربلازيا في الاندوميتريوم دول بيعملوا لهم بروفلاكتيك هيستريكتوم، بيشيل رحم اول ما بتاخد عينه كيروتاج وبتحللها وبيطلع فيها هايبربلازيا، بيقولوا لها لو ست كبيره في السن فوق ال 50 وفول فاميلي يعني كملت الفاميلي بتاعتها، يقولوا لها احسن شيل الرحم احسن، لان في احتمال نسبه بسيطه الاندوميتريال هايبربلازيا دي حسب الطيب بتاعها برضه ناخدها في الفيميل جينيتال سيستم، في كومبلكس وفي حالات فيها اتيبيا وفي حالات وزود اتيبيا. الكومبلكس والاتيبيا الانسيدنس بتاعها حوالي 1%، 1% من الحالات هتتحول لادينوكارسينوم. الليكوبليكيا
او السكويموس سيل كارسينوما الميتابلازيا. السكويموس ميتابلازيا دايما برضو بتبقى بري كانسرس، يعني سكويموس ميتابلازيا في الطن، في اليورال بلادر، في الاسوفيجاس، كل دول بيبقوا بري كانسرس، او في الاورال كافيتي بنسميها ليكو بلاك. الفيلاس ادينوما في الكول، فيلاس ادينوما في الكولم دي ادينوما دي المفروض ان هي بناين تيوم، لكن لها هاي انسيدنس انها تتحول لكانسر بالذات لو السايز بتاعها كبير. طيب معنى كده ان كل البناين تيومرز بيتحولوا للماليجنانت؟ لا، مش كل البناين تيومرز، بيتفرق برضو من تيومر لتيومر. اما ندرس التيومرز كلها هنعرف كل تيومر، هنعرف ده ليه انسيدنس انه يتحول ماليجنانت ولا لا، والانسيدنس بتاعته قد ايه، نسبته كام في الميه. في بناين تيومرز لا ملهاش اي انسيدنس خالص، زي اللايوميوم او الفايبرويد تيومر هو الورم الليفي اللي بيبقى في اليوترس، ده ملوش انسيدنس ان هو يتحول لكانسر. طيب بعد كده بقى عايزين نعرف بقى التيومر ده بيجي منين، الموليكولار بيزس اوف كانسر، او الاسم التاني ليه اسمه كارسينوجينيسيس، اللي هو الباثوجينيسيس بتاع التيومر، ازاي التيومر بيتكون. احنا قلنا المره اللي فاتت الماليجنانس بيتكون من ميوتيشن في خليه واحده بس، خليه واحده حصل فيها ميوتيشن بيسميه نون ليسل ميوتيشن، لان في ميوتيشنز كتيره قوي بتعمل ديس للسيل، بتخلي السيل تخش في ابوبتوزس وتموت. فاكرين درس السيل انجري صح؟ فاكرين الابوبتوزس والنكروزس لما قلنا ان لو في ليسل بيخلي المفروض الخليه لما بيحصل فيها ميوتيشن فيها حاجة كده عاملة زي الساعة اللي هو البي 53 ده يبقى اكتيفيتد تدخل الخلية على طول، عشان كده بنسميه كارديان اوف جينا، لاما تتصلح بالدي ان اي ريبير جين، لاما يبقى اكتيفيت البي 53 ويدخل الخلية في ابوبتوز تقوم تموت. فعشان كده الابوبتوز ده لما كنا بندرسه ساعات كان بيبقى فيسيولوجيكال، ده حاجة مفيدة مش باثولوجيكال، مش كل الابوبتوزس كان باثولوجيكال. فهنا ده بقى بيحصل نون ليسل ميوتيشن، يعني ميوتيشن ما بيؤديش الى وفاة الخلية، لكن بيعمل ميوتيشن في الجينوم في الدي ان ايه. الايه اللي بيعمل الميوتيشن ده؟ كارسينوجينس. كارسينوجينس دي ممكن تبقى جينيتك، يعني هو وارث الجين فيه ايرور، جينيتك ايرور انهيرتد، ده زي حالات الفاميليال وجينيتك كانسر. وفي عوامل خارجيه زي الراديشن، الاشعاع، كيميكالز، بعض الكيميكالز مشهوره قوي بتعمل ميوتيشن زي السموكينج. السموكينج دي فيها كيميكالز كتيره قوي بتعمل ميوتيشن في الجينز، عشان كده بتعمل لانج كانسر. والفيروس، بعض الفيروسز بنسميها اونكوجينيك فيروسز، فيروسز زي الابشتاين بار فيروس والهيومن بابيلوما فيروس، وعندنا ايه كمان، والهربس سيمبلكس فيروس، كل دول اونكوجينيك فيروس لهم قدره على انهم بيعملوا، لان الفيروس معروف ان هو بينسرت الدي ان ايه بتاعه في الجينوم بتاع الخليه اللي بيعمل فيها انفكشن. ففي فيروسز اونكوجينيك بتعمل ميوتيشن في الدي ان ايه. طيب اما بيحصل ميوتيشن في خليه فيها جينيتك ايرور، هتبدا الخليه دي بروليفريت. الميوتيشن ده لاما الجينيتك ايرور اللي حصل ده لاما بوينت ميوتيشن، يعني بوينت ميوتيشن انتوا خدتوا انواع الجينيتك ايرور، لاما كاريوتيبك يعني في الكروموسوم نفسه، او بوينت ميوتيشن في النيوكليوتايد على مستوى النيوكليوتايد بس. البوينت ميوتيشن دي تعمل لنا تخلي الخليه بعد كده او اي نوع منهم، يعني يخلي الخليه بعد كده تتكاثر بطريقه انديفينيت ما اوت اوف كنترول، فيحصل مونوكلونال بروليفريشن. يعني ايه مونوكلونال؟ يعني مالتيبل جروب اوف سيلز، ماس اوف سيلز، انديفينيت بروليفريشن من خليه واحده بس ام. كل الكلون دي شبه في جينيتيكالي شبه الخليه الام اللي هي طالعه منها، دي معنى كلمه مونوكلونال. ماشي؟ طيب الجينيتك ايرور ده بيحصل
علشان يحصل تيومر كانسر ماليجنسي بيحصل في اربع اماكن من الدي ان ايه، لاما يحصل على بروتو اونكوجين ويحولها لانكوجين. البروتو اونكوجين هي ايه؟ هي جينات المسؤوله عن السيل سايكل، الجينات المسؤوله عن الجروث فاكتورز. هناخدها بتفصيل الاربع عناوين دول، احنا النهارده هنفرش فرشه عريضه بس للموضوع، والمحاضرات الجايه هنشرح كل ايتم من ده بالتفصيل. ماشي؟ يبقى الجينات المسؤوله عن السيل سايكل او الريجوليشن بتاع الجروث دي بنسميها بروتو اونكوجين. اما بيحصل فيها ميوتيشن بتتحول لاونكوجين، لا بتبقى بروتو اونكوجين دي بتتحول بتتحكم في السيل جروث، لكن لها كنترول، في كنترول بتبقى اندر كنترول. انما بروتو اونكوجين دي هي نفس الجينات دي ما بيحصل فيها ميوتيشن بس بتبقى اوت اوف كنترول. ماشي؟ دي كلمه بروتو اونكوجين. او في الجينات كمان في تيومر سبريسور جين، الجينوم بتاع اي كائن حي بيبقى فيه تيومر سبريسور جين. اما بيحصل ميوتيشن بقى في التيومر سبريسور جين ده، ده المفروض ان هو بيعمل انهيبيشن للتيومر، هيحصل لوس اوف اكتيفيتي ليه، فهيبقى هيحصل بروجريشن للتيومر. كمان الجينز بتاعت الدي ان ايه زي الزيرو ديرما بيجمنتوز، زي ما احنا قلنا الدي ان ايه ريبير جين برضه لو حصل فيها ميوتيشن دي هتؤدي لظهور كانسر او مالجنس. كمان الجينز المسؤوله عن الابوبتوز زي ما احنا قلنا البي 53، البي 53 ده مسؤول عن الابوبتوز، وفي جينات تانية مسؤولة عن الابوبتوز زي البي سي ال 2. كل دول لو حصل فيهم ميوتيشن هيحصل هيؤدي ان الخليه ما تموتش، تفضل عايشه، تفضل تنقسم وبلا نهايه. ماشي؟ طيب انواع الجينيتك ليجنز قلنا لاما بنسميها سبتل او لارج او بوينت ميوتيشن او انسرشن او ديليشن، حاجه صغيره او جينيتك ايرور في الكروموسوم كله لارج بنسميها كاريوتيبك. ماشي؟ البوينت ميوتيشن ممكن يحصل في البروتو اونكوجين، صح؟ قلنا بيعمل له اكتيفيشن، يعمل اكتيفيشن ل البوينت ميوتيشن ممكن يبقى اكتيف او ان اكتيف، يخلي الجين اكتيفيتد او ان اكتيفيتد. لو جه على بروتو اونكوجين وخلاه اكتيف يبقى هيدخل الخليه في كارسينوجينس. لو جه على تيومر سبريسور جين وخلاها ان اكتيف هيدخل الخليه في برضه كارسينوجينس. ماشي؟ زي البوينت ميوتيشن المشهور بيحصل في جين اسمه ابيدرمال جروث فاكتور ريسبتور جين اللي هو الاي جي اف ار. وكمان البوينت ميوتيشن في الجين المسؤول عن الابوبتوزس زي البي 53 او الريتينوبلاستوما جين، والبي 53 والريتينوبلاستوما دول بيسموهم تيومر سبريسور. لما بقى النوع الثاني اللي هو الكاريوتيبك تشينجز، كاريوتيبك دي يعني الكروموسوم نفسه هلاقيه متغير، ده بيتشاف بصبغه معينه بيسموها كاريوتايبنج، بنقول للبيشنت روح اعمل كاريوتايبنج فبتبان الكروموسومز بتاعته ايه الخلل اللي فيها. اول نوع اللي هو البالانسد دلانس لوكيشن، انتوا الكلام ده كله اخدتوه في جيناتك بتفصيل عن صح؟ خد الفرق ايوه. البالانسد دلانس لوكيشن، طب عارف الصبغه اللي بتستخدم اسمها ايه؟ فش. لا مش فش، مره جايه بيقولوا لي اسمها ايه؟ اسمها في الجاب. البالانس ترانسلوكيشن، ترانسلوكيشن يعني جين بيتنقل من كروموسوم على كروموسوم تاني، ده باختصار يعني كروموسوم جين بينط كده يبقى اتحشر في الكروموسوم التاني. البالانس ترانسلوكيشن ده بيعمل اوفر اكسبريشن لبروتو اونكوجين، بروتو اونكوجين بيتنقل من المكان اللي هو فيه تحكم فيه لمكان تاني فيه بروموتر يفضل يعمل له اكتيفيشن فيفضل شغال على طول بدون كنترول. ده زي حالات البركت ليمفوما، البركت ليمفوما بيحصل فيه ترانسلوكيشن بين كروموسوم 8 و14، جين على كروموسوم 8 يتنقل يروح على اللي هو السي ميك جين. السي ميك جين ده المفروض في مكانه الطبيعي على 8، جنبه في ريجوليشن، في ريجوليتوري جينز،
هو اتنقل بقى راح جنب اميونوجلوبولين جين بيعمل له اكتيفيشن، بيعمل له بروموشن اللي هو السي ميك جين في الفوليكولر في البركه ليمفوم. كمان الفوليكولر ليمفوما بيحصل ترانسلوكيشن بين 14 و18، برضه اميونوجلوبولين جين في في كروموسوم 14 بيتنقل على كروموسوم 18 وهيبقى لوس اوف كنترول، وفي بروموتر في الناحيه الثانيه هيحصل له اكتيفيشن على طول، يبقى اون على طول. ماشي، ده الفوليكولر ليمفوم زي الصوره دي. ده هنا البركت ليمفوما في ترانسلوكيشن بين 8 و14، السي ميك بيتنقل من كروموسوم 8 يلزق نفسه في كروموسوم 14، والجزء اللي كان في كروموسوم 8 يرجع يتلزق في كروموسوم 14 فبنسميه بالانس ترانسلوكيشن. ده هنا جنبه اميونوجلوبولين جين بيعمل له اكتيفيشن على طول بروموشن. في ترانسلوكيشن تاني بقى بيعمل، مش بيروح على بروموتور جين جنبه يعمل له اكتيفيشن، لا، بيحصل ترانسلوكيشن بين جين على كروموسوم معين ويجي على جين في كروموسوم معين يكون جايميريك بروتين جديد بصفات جديدة. ده زي الفيلادلفيا كروموسوم بتاع الكرونيك مايلويد لوكيميا. فاكرين الفيلادلفيا كان ترانسلوكيشن بين ايه؟ 8 و22 كروموسوم، لا 9 و22، بين كروموسوم 9 و22 بيتكون الفيلادلفيا كروموسوم. الفيلادلفيا كروموسوم ده بروتين جديد، كايميريك بروتين ليه تيروزين كاينيز اكتيفيتي. تيروزين كاينيز بعد كده لما نعرف السيل سايكل، التيروزين كاينيز ده بيأكتيفيت السيل سايكل. ده بيبقى فيه ترانسلوكيشن بين البي سي ار والابل جين. في بقى كروموسومال ديليشن، ممكن جزء من الكروموسوم يبقى ديليتد او جين معين يبقى ديليتد، ده يعمل كانسر زي في حالات الريتينوبلاستوم. وفي جين امبليفيكيشن. يعني ايه جين امبليفيكيشن؟ جين امبليفيكيشن يعني بدل ما انا عندي نسخه واحده من جين معين في الكروموسوم، لا، الاقي مالتيبل نسخ، الاقي نسخ كتيره من نفس الجين، فيحصل منه بروتينز كتير، فيبقى اوفر اكتيفيتد، اوفر اكسبريسد، بيسموها اوفر اكسبريشن، فيعمل تيومرز او كانسر. الجين امبليفيكيشن ده بيحصل بطريقتين، لا اما دابل ماينيوتس لا اما هوموجينوس ستيننج ريجوز. ده زي في حالات النيوروبلاستوما، النيوروبلاستوما بيبقى فيها ان ميك، احنا جبنا سيره الميك جين ده قبل كده، بس السي ميك، سي ميك مع البركت ليمفوما، ان ميك مع نيوروبلاستوما. بريست كارسينوما بيحصل فيها اوفر اكسبريشن لي هير 2 نيو جين، او الاسم الثاني بتاعه ار بي 2. ده الدبل ماينيوت ده اكسترا كروموزومال دي ان ايه، فراجمنتس كده من اكسترا كروموزومال، هو نفس الان ميك ده بس كتير قوي في الجينوم بس بره كروموزومز. الهوموجينوس ستيننج ريجونز ده نفس الريجونز بتاعت الان ميك، الاقيها اكسباندد او الاقيها مالتيبل على الكروموزوم. اخر حاجه بقى الانابلويد. انابلويد يعني ايه؟ احنا الجينات بتاعتنا ديبلويد ولا هابلويد ولا انابلويد؟ ديبلويد، صح، ما عدا الجاميتس. الجاميتس هي الهابلويد. طيب ايه الانابلويد دي بقى؟ الانابلويد هي لا ديبلويد ولا هابلويد، اللي هي بتبقى رقم فردي. يعني ايه؟ يعني زياده كروموسوم بيدينا رقم فردي، يعني ما هواش مضاعف الهابلويد، ما هواش اضعاف الهابلويد. يعني مثلا عندنا الانابلويد يبقى مثلا من نفس الجين الاقي منه ثلاث نسخ، ثلاثه كروموسوم. داون سيندروم زي الداون، داون بيعتبر انابلويد برضه لانه في ثلاثه 21 كروموسوم 21. ده كلمه انابلويد. الابلويدي ده معناه ان في زياده كروموزوم، لا اما بالزياده او بالنقص، يدينا عدد فردي من الكروموزومات، ما بيديناش لا الدبلويد ولا الهابلويد ولا مضاعف الهابلويد. ماشي،
ده معنى انوبلويدي. ده بيحصل في تيومرز كتير قوي برضو، بيحصل فيها انوبلويدي زي انواع لوكيميز كتير. طيب ايه المايكرو ار ان ايه والابيجينيتك؟ دول المايكرو ار ان ايه ده بسميها بوست ترانسليشنال سايلنس. يعني ايه؟ ازاي الجينات بيحصل لها سايلنس؟ ازاي الجينات بقدر اعمل انهبيشن للجين؟ الترانسكريبشنال سايلنس اللي هو او البوست ترانسكريبشنال سايلنس ان انا بعمل استوبج للجين، لا اما على مستوى ترانسكريبشن دول زي اللي احنا قلنا عليهم اللي هم هناخدهم بعد كده في المحاضره الجايه. في بقى البوست ترانسليشنال. بوست ترانسليشنال يعني بعد ما الدي ان ايه بيحصل له ترانسليشن ويتحول لبروتين، ممكن اوقف شغلانه الجين، الفانكشن بتاعت الجين بحاجتين، حاجه اسمها مايكرو ار ان ايه وبحاجه اسمها ايبيجينيتك تشينجز او ايبيجينيتك موديفيكيشن. المايكرو ار ان ايه ده ستراند من ار ان ايه، سنجل ستراند من ار ان ايه شورت 22 نيوكليوتايد بس، وظيفته ايه؟ ده بيعمل سايلنس للجين، بيعمل بيخش كده على الجين يعمل كومبلمنتري مع دي ان ايه ويعمل ستوبج للترانسليشن للجين، ان الجين ما يتحولش لبروتين، ما يحصلوش ترانسكريبشن. زي يبقى هو act as a negative regulator للجينز. فا over expression المايكرو ار ان ايه ده بيؤدي لكارسينوجينز قد ايه؟ لو حصل اوفر اكسبريشن على تيومر سبريسور جين هيوقف الفانكشن بتاعت التيومر سبريسور، فهيحصل اكتيفيشن للبروموت البروتو اونكوجين وتفضل تشتغل ومفيش حاجه تعملها انهبيشن. لا اما ديليشن او لوس في المايكرو ار ان ايه ده برضو يعمل اوفر اكسبريشن للبروتو اونكوجين. الابيجينيتك تشينجز بقى على مستوى الهستون، عارفين الكروموسوم بيبقى دي ان ايه شريط من دي ان ايه ومتربط ببروتين اسمه هستون. اما بيحصل موديفيكيشن للهستون ده بسميه بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، لا اما بميثايليشن او اسيتايليشن بيحصل سايلنسنج للجينز، وده بيشتغل على الدي ان ايه ريبير جينز والتيومر سبريسور جينز، بيعمل سايلنس للتيومر سبريسور جينز والدي ان ايه ريبير جينز. فالاكسبريشن بتاعت الجينز يمكن التحكم فيها برضو مش على مستوى الدي ان ايه بس، لا بسميها ايبيجينيتك epigenetic changes. كده خلصنا المقدمه بتاعتنا النهارده، فاهمينها؟ فاهمين الكلام كويس؟ طيب المحاضره الجايه بقى هنشرح كل خطوه من دول بالتفصيل، انتيتيز وايه الجينات بتاعتها وايه البروتينز بتاعتها.